دفاعات الرايه البيضاء. نتابع اياكم فتحت البوابات على بركه الله لاندفاعات جياد ثلاث سنوات فاكثر بمختلف درجاتها وعلى مسافه ال 1400 متر. قيمه الجائزه في هذا الشوط 135,000 ريال لاشواط الهانديكاب تصنيف 85 واقل. متابعينا الكرام تبدا الانطلاقه مع ريمان في المركز الاول الان، يتقدم هذه الاسماء بطولين تقريبا عن شغموم الخيل صاحب المركز الثاني، بينما من المسار الداخلي كرانجسكي يتابع في المركز الثالث، بينما المركز الرابع ياتي من المسار الخارجي وتابع نايجل نوت، وايضا بقيه الاسماء هنا كسبيريت اوف ناجري ياتي للمركز الخامس مع اقتراب الجياده وتجاوز علامه 600 متر. تبدا اللحظات الاكثر حسم في هذا الشوط متابعينا، عريمان من الداخل ومن الخارج شغموم الخيل، فيما ايضا الهجوم القادم من بقيه الاسماء. نايجل نوت ياتي للمركز الثالث من المسار الداخلي وتابع ايضا الحضور من ولد المترفة في المركز الثالث، يتقدم الى جوار السياج. متابعينا شغموم الخيل للمركز الاول الان يقود هذه الاسماء، بينما لبكورداشو قادم من المسار الخارجي، ولد المترفة يفعلها ممكن للمركز الثاني. هنا يتقدم شغموم الخيل على خط النهاية مع دخول ايضا رائع لريكورد شو، ربما يكون هو من حسم هذا الشوط. نحتكم واياكم الى كاميرا خط النهاية التي ستفصل بين هذان الاسمان. شغموم